جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إذا علمت أن إحدى النساء تعمل بعض المنكرات وكتبت لها محذرا عما تعمل، هل أكون والحال ما ذكر قد أديت الواجب على نفسي؟ جزاكم الله خيرا. إن كان لك عليها ولاية وسلطة فلا يكفي أنك نصحتها، بل لا بد من الأخذ على يده. أما إذا لم يكن لك عليها ولاية فإنك تبلغ من له سلطة عليها ومن له ولاية عليها من وليها أو ولي الأمر الموجود لأجل الأخذ على يدها، فلا بد من هذه الاعتبارات. إن كان لك عليها ولاية فإنه يلزمك الأخذ على يدها ومنعها من تعاطي هذه المنكرات، وإن لم يكن لك عليها ولاية فإنك تبلغ من له ولاية عليها ليمنعها من ذلك بعد المناصحة لها والبيان لها، لعلها هي تترك هذه الأمور ولا يحتاج إلى سلطة. نعم.